السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هنشوف حل مشكل انقطاع الانترنت. صرتم مشتركي انترنت عادي ياسر. المشكل تاع الانقطاع هذا في المودم، دوك نشوفوا كيفاش نحلوا هذا المشكل باذن الله. من بعد هذا الفيديو ما يكونش كاين حتى انقطاع. ندخل على المودم، نكتب هذا رقم 192.168.1.1 هكذا. بعدها نكليكي اونتخي، جينا هذه النافذة، دخلوا اليوزر نيم والباسورد اللي تقريبا المودام كامل فيهم ادمن اليوزر نيم والباسورد. اللي يلقى هنا مختلفين يروح يشوف غير المودام، يشوف الخلفية تاع المودام، يلقى واحدة تيكي يلقى فيه مكتوب اليوزر نيم والباسورد. اذا ما صلحتش ادمن نكتب ادمن، هنا ايضا نكتب ادمن، بعدها ندخل تخرج من هذه الصفحة، ندخل هنا انترفاس سوتيف، نشوفه هنا نلقى الكونفيغوراسيون بي في سي هذه الكونفيغوراسيون هي 0.38 كما راكم تشوفوا لهنا، كيف اي بي تي في اي بي في 4 هنا تكون بي 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 او او هذه اللي تمشي هنا. ليسونسيال ندخل اليوزر نيم والباسورد تاع الكونفيغوراسيون هذو ليسونسيال. احنا هذه الصفحه هي اللي تمشي، اما هذو الصفحات هذو اللي هنا بي في سي فاي هذو هذا تلقى البي في اي والفي سي اي هذو مختلفين. تسمى هذه الصفحه ساعات المودام يمشيها اوتوماتيكمون على هذيك تكوبا الانترنت. شو راح نديرو ديزاكتيفي، هنا ديزاكتيفي معناتها ديزاكتيفو هذو كامل اللي ما فيهم الكونفيغوراسيون تاعهم ما عندها حتى معنى. كيما اللي هناكم تشوفوا 0.33 هذه الباجه هذه كي تكون تمشي ما عندها حتى معنى، عليها تتقطع الانترنت. كيف نديزاكتيفو ثاني بي في سي 2 بي في سي 3 كامل ديزاكتيفو، نخلو غير بي في سي 6 نخلوها اكتيف والكامل الاخرين ديزاكتيفوهم باش المودام ما يروحش يختار هذيك الكونفيغوراسيون الاخرين تاع بي في سي صفر والاخرين كامل عليها تتقطع الانترنت. ديزاكتيفوهم كامل باذن الله ما تكونش كاين حتى تقطع الانترنت. نزيدو نشوفو لهنايا، هنا هذه ترانسميت باور تقريبا كامل نلقاوها خلوها في لهنا، كيف لهنا شانال باندويت هذه خلوها ثاني تلقاوها اوتوماتيك خلوها 40 ميجا هرتز. لهنا ندخلوا ادفانس سوتيب، لهنا نروحوا ادي اس ال، هذه نخلوها ادي اس ال 2 بليز. أنا نلقاها اللي هنا مكتوبة هنا اوتو، نبدلوها نديروها ادي اس ال دو بليس بإذن الله حتى يقل الكونيكسيو ما يكون حتى تقاطع وتزيد سرعة الانترنت. في لافا نكليكو سيف، تنسيو السيف. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتم. أي سؤال استفسار تركوه في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.